مدينة الرستان 27/12/2013. أثر الدمار الذي لحق بالمباني السكنية جراء قصف قوات النظام وميليشيات الأسد في هذا الحي. فهذه المنازل تقع بالقرب من مفرزة الأمن العسكري الذي قام أبطال الجيش الحر بتدميرها. فانتقم النظام بقصفه الشديد لهذا الحي. وهذه هي الأمن العسكري الذي قام بتفجيرها أبطال الجيش الحر. وكما تشاهدون هذه أحد دبابات جيش الطاغية المدمرة. مدينة الرستان 27/12/2013.